الأديان هي شرائع سماوية مرسلة من عند الله، تأتي على وحي من الله لأنبيائه ورسله من البشر، وكلها تدعو لتوحيده وعبادته وتنفيذ جميع أوامره وإفراده بجميع صنوف العبادات. بالرغم من تعدد الديانات السماوية، فإننا نجد أنها مكملة لبعضها البعض. وفي الحقيقة، إذا قارنا المشتركات بين هذه الرسالات، لوجدنا أنها كثيرة جداً، كيف لا وهي من عند إله واحد يدعوهم إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشريع الطيبات وتحريم الخبائث. ولكن كان هناك دائما من يتربص بالرسل ويحاربهم ويقاتلهم كي يمحى ذكر الله على الأرض، ولكي يمارس الظلم على العباد وتسييرهم للرضوخ والذل، وحاولوا أن يجعلوا من الدين أداة لخدمة مصالحهم، فغيروا ما غيروا من الكتب السماوية وأخفوا الكثير من الحقائق، إلى أن أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله خاتم النبيين محمداً، وأرسل معه قرآناً محفوظاً من التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إن القرآن الكريم يحترم الديانة اليهودية المسيحية باعتبارهم يتبعون ديانات سماوية، ولكنه جاء ليصحح ما قام بتحريفه البشر وإعادة الأديان إلى الدين النقي الذي أنزل على إبراهيم عليه السلام. المسيحيون يعتقدون أن المسيح هو الله بسبب جوهره الإلهي، أنه واحد مع الآب في الجوهر، وهو ابن الله بسبب أنه كلمة الله المولود من الآب قبل كل الدهور، ويعتقدون أنه إله متجسد، ويؤمنون بيسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، أي قبل خلق العالم والملائكة والبشر، وهو مساو للآب في الجوهر. ثم جاء القرآن الكريم ليخبرنا عن نبي الله عيسى عليه السلام بأنه عبد من عباد الله ونبي مثل سائر الأنبياء، وأن عبادته كفر وضلال عن الطريق السليم الذي أرادنا الله به. فجاء في القرآن الكريم في سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه
هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كما وذكرت الكثير من الآيات الكريمة أن عيسى عليه السلام هو عبد لله ونبي من أنبيائه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الرسالة الرئيسية في المسيحية هي أن السيد المسيح هو كلمة ابن الله المتجسد، مات على الصليب ودفن وقام من بين الأموات بعد 3 أيام، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أنبياء من الله الحي الحقيقي بعد السيد المسيح، كما هو مذكور في الكتاب المقدس أن السيد المسيح أعلن قائلاً: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هذه الرسالة تدحض الرسالة المركزية للإسلام التي مفادها أن ليس لله أي ابن أزلي، وأن السيد المسيح لم يمت على الصليب ولم يقم من الأموات بعد 3 أيام، وأن محمداً هو خاتم الأنبياء، ويعتبرون أنه ليست هناك حاجة لأنبياء يعلنون ديانات جديدة بعد السيد المسيح، وأنه هو خاتم الأنبياء ونهاية وحي الله للبشرية. الله الآب قد ختمه. ويذكر القرآن أن عيسى بن مريم عليه السلام بشر برسول من بعده اسمه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبعد كل هذا الخلاف الواقع بين الديانتين على مر العصور، تم العثور في تركيا على إنجيل عمره ما يقارب 1500 عام و2000 عام، مكتوب بحبر ذهبي في كتاب مصفوف من الرقائق الجلدية، وكتب باللغة السريانية، وهي لغة آرامية في بلاد الشام، حيث تعتبر اللغة الأصلية للنبي عيسى عليه السلام. وكاتب الإنجيل هو برنابا الذي يعتبر أحد تلاميذ عيسى عليه السلام، وكتب فيه أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا يعني أنه ليس ابن الله، وأنه لم يصلب وإنما صعد حيا إلى السماء، وتم صلب شخصا آخر بديلا عنه، كما تنبأ بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذا جاء عكس معتقد الطوائف المسيحية التي اعتمدت تعاليمها على علم اللاهوت وكتابات العهد الجديد للعديد من الذين أطلق عليهم تسمية تلاميذ عيسى عليه السلام، والبعض الآخر أطلق عليه تسمية رسول عيسى مثل بولس الرسول الذي كتب إنجيلاً سمي بإنجيل بولس، وقد ظهر بولس بعد عيسى بمئات السنين. وتذكر المصادر التاريخية أنه يهودي الأصل قام بتحريف الإنجيل الأصلي بناء على إعاز من الحاكم الروماني آنذاك، والذي كان يدين بدين الثالوث الروماني الوثني القديم،
وكان هدف الحاكم الرومي من ذلك هو خلق تطابق بين المسيحية الموحدة ودينه الوثني الثالوثي، والذي ترجع أصوله إلى ما قبل ظهور عيسى عليه السلام، امتدت جذوره من ديانة البراهمة في الهند، والتي كانت قائمة على الثالوث بشكل تتطابق فيه تعاليمه وتعاليم المسيحية في صياغات العهد الجديد، ولا سيما إنجيل بولس. أكد الخبراء وعلماء الآثار والمخطوطات أن النسخة التي تم العثور عليها من الإنجيل أصلية ويزيد عمرها عن 1500 عام، وقد سبب هذا الإنجيل القديم إحراجاً شديداً للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، وقلب الكثير من الموازين فيها وبين أتباعها. وقد بدأت بعض الكنائس المسيحية محاولات للتشكيك في هذا الإنجيل، إلا أن صدقية الموضوع تجاوزت محاولاتهم، وكانت الصدمة الأولى التي واجهوها من قبل أتباع الكنيسة ذاتها. وهذا الاكتشاف أخذ اهتمام الكثير من المؤرخين المسيحيين الذين يريدون إعادة النظر في حكمهم على طرح القرآن الذي لا يختلف عن ما هو مذكور في هذا الإنجيل القديم، وفق المصادر التركية الرسمية. وزارة الثقافة التركية تؤكد أن إنجيلاً صادرته الشرطة عقب إلقائها القبض على إحدى عصابات التهريب عام 2000 يعود تاريخه إلى 1500 عام. الكتاب المقدس الذي احتفظت به السلطات التركية في خزانة بإحدى قاعات المحاكم على مدار 12 عاماً تم نقله مؤخراً إلى متحف أنقرة للأنثروبولوجيا. الإنجيل التاريخي المكتوب باللغة الآرامية على صفحات جلدية تبلغ قيمته نحو 28 مليون دولار. وسائل إعلام تركية أشارت إلى احتمالية أن يكون هذا الكتاب المقدس هو إحدى النسخ الأصلية للإنجيل المعروف باسم إنجيل برنابا غير المعترف به من قبل الطوائف المسيحية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.